مشاهدي تخصص صوت، مرحبا بكم في حلقه جديده من نايضه في هوليوود، واللي من خلاله سنتعرفوا على حياه العديد من المغاربه الناجحين في امريكا. والضيف ديالي اليوم جاء من كازا الامريكان، تيقلب على الحلم الامريكي قبل ما يعيشه. انه الرسام والنحات المغربي يونس الجاي. يونس مرحبا بك معنا في تخصص صوت. بارك الله فيك. اول سؤال، في قجيت الامريكان وكيفاش دخلتي العالم النحت والرسم؟ اولا سيمو كنشكرك على الاستضافه، كنشكر الطاقم. الاسم ديالي يونس الجاي، تولدت في كازا، رسام، كندير الرسم والنحت والفن التشكيلي. ملي كنت صغير وانا عزيز عليا ندير الرسم، عزيز عليا نصوب لي الرسومات وداكشي، ولا كنصوب حدا بلي سكولتور بالباطامون اللي هي العجين. ما كنتش كنقول الوالد ديالي شري لي لي جوي، انا كنصوبهم راسي، عزيز عليا نصوبهم. فين ما نشوف شي حاجه خصني نصوبها راسي ونصوبها باتقان. وكنتفكر واحد الحاجه فاش كنت صغير، كان الوالد ديالي حط لا فواتور ديالو في الكراج، وكان عندنا واحد السباخ كيسبغ لينا الدار. دونك فاش كان الوالد ناعس، مشيت انا قلت غادي نسبغها وندير ليه شي حاجه باش يفرح. عيطت على مون فخي، خدينا الرولو بدينا كنسبغوا فيها، وكنتسناو الصباح باش يكون فرحان. الصباح هو يجي ويلقاها مسبوغه، تخبينا انا وخويا بدا تقلق. من بعد هو يجي ويقول لنا، قال لي ماشي مشكله، عرفت كنت انا فاي درت بحال هادشي فاش كنت صغير. يمكن يكون كان الوالد تقلق عليا ولا غوت عليا، كره دابا ما كنلقيش الصباغه. كيفاش جاتك الفكره تجمع ما بين الرسم والنحت؟ جاتني الفكره ملي كنشوفوا اللوحات، كاينين شي لوحات كتلقاهم ما فيهم مشروح، خصك توقف حدا اللوحه وتشوفها وخصك تدخل باش تفهمها. انا قررت، قلت انا كندير سكولتور، كندير النحت وكندير لا بينتور، علاش ما نميكسيهمش؟ الواحد ملي يوقف حدا اللوحه ديالي ماشي خصو يدخل ليها باش يفهمها، هي كتقسم معك الطريق، كتخرج عندك باش كتحس بها وكتحس بها. واش المجيء ديالك الامريكان عاون المسيره ديالك؟ يا عاوني بزاف، سورتو الناس هنا كيقدروا الفن، وثاني ما كانش شي واحد ما كيفهمش فيه كيعطيك كيشجعك، كيقول لك مزيان هادشي اللي كدير، واو. باغ كونتخ حنا في المغرب عندنا شويه الفن ناقص التشجيع، وناقص عندك الفن والتمثيل ولا كل شيء. هنا كيعطوك لينيرجي، كتحس بواحد لينيرجي. وحاجه اخرى، في المغرب كنت كنبغي نمشي نشري الماتيريال باش نخدم، خصني نكومونديه ونتسنى. بارفوا كتكون عندي ليدي خصني نحققها، ما كنحققهاش حيت كيتعطل البرودوي، دونك صافي كنعيا. هنا باغ كونتخ كتبغي تمشي تصوب شي حاجه، صافي كتمشي لمايكلز ولا بليك، كتمشي كتقول يعطينا هذا البرودوي، كتلقاه موجود. الفكره كديرها ديك الساعه جاتك فكره اخرى كتخدمها، المهم داكشي غادي فاست. باغ كونتخ المغرب ملي كنبغي شي برودوي خصني نكوموندي، بارفوا ما كاينش، بارفوا كيتعطل، الفكره كتمشي لك ما كتقدرش دير الخدمه ديالك. ملي تجيب الافكار والالهام ديالك باش دير هادشي؟ الافكار كتجي راكاك، بارفوا كنكون كنتمشى، بارفوا كنتريني، بارفوا ناعس، كتجيني ليدي خصني نوض نديرها. الا ما نضتش درا كنحس براسي مديرونجي في راسي، خصني والو بدا نديرها. دابا كنهضر معاك راه لي زيد مديرونجيني، ما قادرش نهضر. واش كاينه شي لمسه مغربيه في اللوحه ديالك؟ معلوم كاينه اللمسه المغربيه، مخليها لا كوليكسيون هادي، غنديرها ان شاء الله في ارت شو اللي غادي يكون عندي ان شاء الله في ميامي. انا مغربي وهي جزء من الثقافه ديالي، خصني نبينها العالم، حيت هنا عزيز عليهم داكشي اكزوتيك، عزيز عليهم الثقافات، وانا بصفتي مغربي خصني نصوب شي حاجه مغربيه. وهما الشعب عزيز عليهم يكتشفوا اشياء جديده، هما ديما منفتحين على العالم، يشوفوا شي حاجه كيقول لك شنو هي هذه، واو كيفاش صوبتيها، وعزيز عليهم المغرب حيت هنا عندهم حاضره اللمسه المغربيه، عندهم في الاكلات، عندهم في الموضه، عندهم في كل شيء. رغم
رغم انك كنتي ناجح بعالم الدرجه الناريه في المغرب وكنتي خدام مزيان تما، خليتي كلشي وجيتي الامريكان باش تفرغ للرسم والنحت، واش ما ندمتيش على هذا القرار؟ لا ما ندمتش، هذاك القرار خديته وانا عارف راسي شنو كندير. كنت كندير لا كيستوميزاسيون، كن ترانسفورمي الدرجات الناريه، كنت هي بديت بالدراجات ديالي اللي كانوا عندي. من بعد خدمت مع هارلي دافيدسون، من مورا هارلي دافيدسون درت اتولي ديالي ديال الكيستوميزاسيون. كانوا عندي الحمد لله لي كليون بزاف، كنت كانوا ساتيس، كانوا فرحانين بالخدمه اللي كندير لهم. واللي عجبني سي كو جاو عندي واحد المجلات اللي معروفين ومعروفين بزاف، كيهضروا على لي كيستوميزاتور ديال العالم كامل. وواحد النهار كنت في لاتولي ديالي وجاو عندي وقالوا لي بغينا نديروا معك هذا، وكتبوا عليا دي زارتيكل، وقالوا لي كتبوا بانني اول مغربي اللي دخل المغرب الكستوميزاسيون ديال الدرجات الناريه، وهذا شرف ليا كبير. ولكن واخا هذا الشيء كامل كان ديما خاصني شي حاجه، ناقصاني شي حاجه. وفوقاش ديفلوبات ملي جيت هنا لامريكا، كنت كنجي هنا كنحس براسي عندي جوني لي زيده بزاف، داكشي علاش حبست كل شيء وجيت لهنا. النصيحه ديالك للشباب المغربي اللي باغي ينجح في حالك في عالم الفن والنحت في الميريكان؟ النصيحه اللي غنعطي للشباب المغربي هي الا كنتي عندك شي فكره وتايق فيها خدم، ما تسناش، ما تعولش على الكريتيك ديال الناس. الا سمعتي الكريتيك ديال الناس والافكار السلبيه ويقول لك لا ما غتقدرش دير ولا ما غتقدرش هذا، لا ما تسمعوش. لا انا سمعتها بزاف ملي كنت غادي نحبس الخدمه ديالي، كلشي كيقول يا واش مسطي غادي تخلي، لا ما سمعتش لهم وجيت والحمد لله كيبان لي الضوء الحمد لله. وغنعطيكم احسن مثال هو اخ سيمو، هو احسن صحفي مغربي في ريد كاربت. شكرا يوسف على هذه المعلومات كلها، ونتمنى لك المزيد من النجاح والتألق في عالم الرسم والنحت. مشاهدينا شكرا لتتابعكم هذه الحلقه، ونعطيكم موعد جديد الاسبوع الجاي مع ضيف واحد اخر. الى اللقاء.